لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في الركن الفرص، القناة التي تسعى إلى نشر كل ما هو جديد في ما يتعلق بالتعليم أو الدراسة في الخارج أو العمل أو التدريب في الخارج أو التطوع. في هذه الفرصة وفي هذه الحلقة إن شاء الله وفي هذا الفيديو سأقدم لكم منحة أو سأشرح لكم منحة من المنح المقدمة من طرف جامعة يعني عالمية وهي في إيطاليا. هذه الجامعة هي جامعة بوكوني، والتي تعتبر من بين يعني الجامعات المختصة في الأبحاث وذات مكانة عالمية في الاقتصاد والأعمال والقانون. هذه الجامعة تتعاون في مشاريع كبيرة مع الجامعات الأوروبية والأمريكية في إدارة الأعمال التي لها توجهات يعني توجهات مختلفة والمماثلة أيضا كذلك في يعني الشبكات الأوروبية والعالمية للجامعات التجارية والاقتصادية. بالنسبة للمنحة إخواني أخواتي، هي منحة لدراسة البكالوريوس في جامعة بوكوني في إيطاليا لسنة 2020. آخر أجل التقديم لهذه المنحة هو 24/4/2020، يعني 24 أبريل 2020. تقدم هذه الجامعة منحة بوكوني الدولية للطلاب المتميزين أكاديميا من جميع أنحاء العالم للالتحاق بدراستهم الجامعية بدرجة بكالوريوس أو الإجازة للعام الدراسي 2019-2020 في مدينة ميلانو في إيطاليا. التمويل، بالنسبة للتمويل في هذه المنحة، فيتمنح تخفيض 50% من الرسوم الجامعية، وسيتم تجديد المنحة تلقائيا لمدة سنتين كحد أقصى، يعني كحد نهائي أقصى، شريطة أن يحصل المتقدم على الحد الأدنى من التحصيل الأكاديمي المطلوب في إجراء وهو محدد في إجراءات قبول المنح الدراسية عبر الإنترنت الخاصة بالجامعة. من حول الجامعة، هذه الجامعة كما قلنا هي متخصصة في الأبحاث ولها مكانة عالمية في مجال الأعمال والقانون والاقتصاد. بالنسبة للشروط، تقديم جميع الجنسيات العربية لها الحق في التقديم لهذه المنحة. بلد الإقامة لا يشترط أي بلد، يعني لا يشترط الإقامة في بلدك الأصلي لتدفع لهذه أو لتقدم لهذه المنحة. لك الحق في أن تتقدم لها في أي بلد تقطن فيه حاليا. بالنسبة للجنسين، فكلا الجنسين له الحق. الشغف التعلم والتعليم. بالنسبة لشروط أخرى، بالنسبة للتخصصات المطلوبة، جميع التخصصات يعني يمكن أن تتقدم أو يمكن تقديم لهذه المنحة. المستوى المطلوب هو البكالوريا أو مستوى ثانوية عامة. اللغة المطلوبة في هذه المنحة هي اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية هي اللغة التي يعني كما لاحظت بأن هي اللغة المطلوبة في جميع الفرص المتاحة على الصعيد العالمي. كما تعلمون بأن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية واللغة المطلوبة في جميع المناء في جميع الفرص المتاحة. بالنسبة أيضا لشروط التقديم ذكرناها. بالنسبة للمعلومات، الفرصة تستهدف فرصة البكالوريوس أو الإجازة. التمويل هو تمويل جزئي، يعني هنا بالنسبة للتمويل الجزئي فالجامعة لا تمول الدراسة بشكل كامل يعني أو بشكل كلي، إنما فقط تخفض نسبة التدريس إلى 50%. كما ذكرت يعني سابقا بأن الجامعة تعطي قد تمول يعني أو قد تستمر في منح هذه المنحة لمدة عامين كحد أقصى في هذه الفرصة. الدولة أو المكان الفرصة هي إيطاليا. الوثائق المطلوبة سأترك لكم الروابط يعني عفوا المواقع التي
أو الموقع الرسمي الذي نشر هذه الفرصة، لاطلعوا بأنفسكم على جميع الشروط، وبالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بالوثائق وطريقة التقديم، ويعني جميع المعلومات الخاصة والمرتبطة بهذه المنحة أو بهذه الفرصة. ستجدون جميع الروابط في صندوق الوصف، وكما جاء في أحد التعليق لأحد يعني المتابعين الكرام بأنه طريقة تقديم لمنحة، لا أتذكر في أي منحة بالضبط، ولكن وضعت رابط للتقديم، يعني هنا أضع لكم روابط مباشرة إلى المواقع، وقد شرحت في لمن يعني يعاني من ضعف اللغة الإنجليزية، فقد شرحت في فيديو سابق، وسأضع لكم يعني رابطه أيضا في صندوق الوصف. وضعت رابط، عفوا فيديو يشرح موقع روسي للترجمة، يعني يعطيك ترجمة رائعة جدا، ترجمة فورية، في يعني فقط نسخ لصق للنص الذي تريد ترجمته، فقط لي يعني مزيدا من المعلومات، لتتأكدوا من المعلومات أو الشروط المطلوبة في المنح التي أو في الفرص التي أطرحها على مستوى قناة طرق الفرص. ويعني لن أدخر أي جهد إخواني أخواتي في يعني نشر كل الفرص المتاحة، يعني أبحث ثم أبحث ثم أبحث، وأترجم يعني الإعلانات أو يعني في المواقع، يعني أخذ الشروط والمعايير وكل ما هو يعني مرتبط بالفرص، وأترجمها إلى اللغة العربية ثم أشرحها على مستوى قناة طرق الفرص، ليصلكم فقط باختصار، لي يعني وأدع لكم يعني الاطلاع من جانبكم على الشروط الأخرى. لهذا لقد لكي لا يكون الفيديو طويل جدا، قد يصل إلى يعني إلى 15 دقيقة إلى 20 دقيقة لشرح جميع التفاصيل، لكن أدع لكم الفرصة أنتم أيضا لتطلعوا على الشروط عبر الروابط التي أضعها في صندوق الوصف لتتأكدوا بأنفسكم. كما قلنا بالنسبة لآخر تقديم هو 24 أبريل 2020، يعني العام القادم إن شاء الله. هذه الجامعة جامعة في ميلانو في إيطاليا تقدم هذه المنحة وتخفض 50% من الرسوم. بالنسبة للمعايير، عفوا للمعايير التأهيلية أو التي تؤهل المتقدم للقبول في أو للتقديم لهذه المنحة، منحة هي بالنسبة إلى جانب التحصيل الدراسي للطالب، سيقوم تسجيل بتقييم الملف الكامل الخاص بالمتقدم، وسيتم اختيار المرشحين من قبل لجنة قام باختيارها رئيس الجامعة وكذلك عميد الكلية الجامعية وعميد وحدة الشؤون الدولية، بالإضافة إلى تقييم طلبات المقدمة إلى جانب بوكاني بناء يعني إلى جانب جامعة بوكاني بناء على التمييز الأكاديمي، وذلك للحصول على المساعدة المالية القائمة على الجدارة. هنا يعني لا كما يعني هنا الجدارة، من يستحق ومن لا يستحق، لا يتعين على الطالب إرسال طلب منفصل، يعني الكل سيكون مرتبط. منحة بوكاني الدولية مفتوحة للطلاب الذين هم في سنتهم الجامعية الأولى لعام 2019 و2020 من جميع أنحاء العالم، يعني الحاصلين على شهادة البكالوريا في هذا العام. بالإضافة إلى هذه المعلومات التي يعني شرحتها المتعلقة بهذه الفرصة، سأضع لكم هنا يجب التسجيل في الموقع ثم التقديم لهذه المنحة. هناك بعض يعني المواقع أو بعض الجامعات يعني تلزمك التسجيل في الموقع لتتمكن من التقديم لهذه المنحة، وهذا يعني لتسهيل انتقاء يعني أو لتسهيل إرسال الطلبات عبر الإنترنت. وسأضع لكم رابط الموقع الرسمي لهذه الفرصة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في دراستكم وفي عملكم،
ولا تنسوا الاشتراك والمشاركة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. أي استفسار، أي تساؤل، أي اقتراح، فنحن رهن إشارتكم لنجيبكم حسب المعلومات المتوفرة لدينا. ولا تبخلوا علينا إخواني أخواتي بالاشتراك والمشاركة وضغط زر الجرس لنتقدم ولنستمر في نشر كل ما هو يعني مفيد للشباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.